يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا يا وسيا يا وسيا يا تكية يا تكية سرقوكي شوية حرامية سرقوكي شوية حرامية سيبوا الورد يفتح سيبوا سيبوا الورد يفتح سيبوا واحمد منا ومش هنسيبه واحمد منا ومش هنسيبه احمد الصورة بتاعته هو التالت هو يوم 28/10/2011 كان يوم جمعة فكان فيه مظاهرات في التحرير وكان فيه صلاة جنازة على وقت شهيد في التحرير فأحمد يعني بيحب ينزل التحرير وبيشارك مع الجماعة بتوع اللي هم بيصلوا اللي هم بتوع التحرير فجئت آخر اليوم أحمد طبعا ما جاش بدأت أقلق على أحمد نزلت المستشفيات أسأل على أحمد مش موجود تليفونه مش مقفول نزلت الإسهام نفس الطريقة يوم السبت نفس الطريقة يوم الأحد فجئت بواحد بيرن عليا بيقول لي أحمد موجود في اسم الوين أحمد خد 15 يوم طبعا كل ده أنا ما شفتش أحمد خالص حبيت طبعا اصور القضيه فدخلت الوكيل النيابه فبيقول لي انت سايب ابنك ليه كده؟ قلت له ماله ابنك؟ قال له انت سايبه بالطريقه دي لحد ما اتورط في حاجات مش كويسه، قلت له حضرتك ما اتورطش في حاجات ايه الحاجات اللي مش كويسه اللي اتورط فيها ابنك؟ قال لي اهو اتورط وخلاص، وطبعا قال لي احمد ربنا ان انا ما حولتلكش ابنك امن دوله، فقلت له ايه تحولها من دوله ليه وعمل ايه؟ طبعا ده كل ده انا ما شفتش ابني في الفتره دي. قال لي كنت حوله لك امن دوله خلاص فاحمد ربنا ان انا ما حولتلكش امن دوله، قلت له خلاص شكرا. يا ابني حصل لك ايه؟ قال لي حصل لي يا بابا انا يا بابا حصل لي حاجات كتير وما تفكرنيش باللي حصل. طبعا بداوا ينقلوا من اسم الوايلي شويه على اسم الازبكيه، بدات برضو ان انا اتردد عليه في اسم الازبكيه، يا ابني احكي لي ايه اللي حصل بالظبط. فطبعا قال لي بقى في كتب لي طبعا ورق حصل عليها تعدى عليا جنسيا كامل، دخل ده بالقضاء العالي وعصبوه وغموا لي عينيا وسالوني كان مين الدولة اللي بتمونك وتلقيت تدريباتك في الداخل وفي الخارج وتابع حركة 6 إبريل أو كفاية أو اشتركت في انقلاب الحكم يوم 28 يوم 25 يناير ويوم 28 أنت كنت فين؟ قال لي بدأوا يسألوني يابا الأسئلة دي كلها بعد ما خلصوا بعد وضرب طبعا وفي تيشيرت معايا مقطعينه له والسحل لان هم سحلوه على الارض من عند البنهاوي بتاع العصير لحد ما طلعوه ده خلوه دار القضاء العالي فوق في الدور الثاني ونزلوه على اساس يركبوه عربيه ترحيلات لانه كانوا عاوزين يحكموه عسكري. احمد حصل له بهدله في داخل دار القضاء العالي جدا وحب يبلغ الكلام ده لوكيل النيابه فرفض طبعا وكيل النيابه يعمل له تقرير طبي ورفض يعمل له يجيب محامي معاه ورفض ان هو يعرفنا وكيل النيابه طبعا رفض كل الحاجات دي فطبعا وكيل النيابه في نفس المحضر كاتب ان احمد اللي رفض. احمد عنده 17 سنه يعني لسه ما كملش 18 سنه وده قاصر في ثانوي عام. السنة الدراسية خلاص كده شكرا ما اقدرش اقول له كمل ما اقدرش اقول له امتحن فداخل دار القضاء العالي لانه هتهان داخل دار القضاء العالي واتذل واحتدى عليه جنسيا داخل دار القضاء العالي فانا عاوز اعرف مين اللي احتدى عليه ومين اصلا اللي قبض على ابني مين الاشخاص اللي هم ارتدوا زي مدني زي ما مكتوب في المحضر اللي هم قبضوا على ابني وفين السلاح اللي هو اصلا كان مع ابني فين السلاح اللي استعمله ابني في الحادث انا مش شايف ان في سلاح خالص انا مش شايف ان هو ما بيعرفش يمسك سكينه في ايده انا مش شايف لو ان انا قلحت منه النضاره مش ما بيشوفش قدامه مش شايف ان هو بلطجي زي ما هم كاتبين ان هو بلطجي انا طالب متفوق في المدرسه وانا جايب شهاده تثبت الكلام ده خالص كله ومش شايف ان هم الحاجات اللي هم حاطينها للولد ديت مش شايف ان هي يعني في الولد ده او تنطبق على الشخص اللي هم قابضين عليه ده بس كم الظلم اللي اتعرض له احمد في خلال الخمس شهور او ست شهور من حبسه من 28 اكتوبر لغايه النهارده ظلم رهيب
ما ينفعش ان طفل واحد قاصر عنده 17 سنة اول حاجة يتخطف من مدنيين يتحبس في دار القضاء اللي هو المفروض مكان للعدل يتعرض لانتهاك جواه ويتعرض لهتك عرضه ويتعرض لاغتصاب من عساكر الامن المركزي اللي المفروض ان هم بيحموه تمام كل دوت عقابا ليه عشان كان ماشي في مظاهرة. احمد طفل اتظلم اتعرض لما يعني ظلم رهيب انا مش قادر ان انا اتخيل ان انا ممكن يحصل لي. انا كواحد شخص طبيعي المفروض ان انا القضاء والامن والشرطة هما اللي بيحموني مش هما اللي بيهتكوا عرضي مش هما اللي بيخطفوني مش بدل ما القضاء يجيب لي حقي هو اللي يظلمني وهو اللي يحبسني ومستشار هو اللي يتهمني ان انا اتعديت عليه. احمد طه واحد نظره ضعيف جدا شخص متفوق دراسيا ما ولا عمره مسك سلاح ولا عمره شاف السلاح دوت عامل ازاي اصلا. القضية الوكيل النيابة رفض يعرضه على طبيب شرعي رفض ان هو يثبت الاصابات اللي تعرض لها النزيف اللي تعرض له نتيجة لاغتصابه رفض ان هو حتى يفرج عنه رغم ان هو ما فيش اي دليل يثبت ان احمد طه اتعدى على قاضي ما فيش حرز ما فيش اي شهود حتى يثبتوا كده غير قاضي يتهمه ان هو اتعدى عليهم. فيعني خلاف ما بين محامين وما بين قضاء الطرفين احمد طه ملهوش اي علاقة بيهم. احمد طه خارج من الميدان يوم 28 اكتوبر بعد جنازة الشهيد عصام عطا اللي اتقتل برضو بظلم الداخلية ونتيجة للمحاكمات العسكرية خرج من الميدان من جنازة الشهيد اللي مات بظلم الداخلية اتعرض لاغتصاب من الداخلية. هي دي الداخلية اللي بتحمينا هي دي الداخلية المفروض ان هي بتأمن البلد هو دوت اللي احنا بناخده من السلطة اللي بتحكمنا دلوقتي. طفل بيغتصب طفل بيتحبس احتياطي اكتر من 6 شهور هو دوت اللي خدناه من الحكم ومن السلطة اللي احنا بناخدها اللي بتحكمنا دلوقتي. انا بطالب ان احمد طه يفرج عنه حالا. احمد ما ينفعش ان هو يقعد اكتر من كده. احمد حالته النفسية في الارض. لو في واحد يقبل اللي حصل لاحمد دوت لابنه او لاخته او لاخوه او لابوه لاي حد عزيز عليه ممكن يقبله على احمد وانا ساعتها هقبل ان احمد يفضل موجود. لكن ما اعتقدش ان في حد هيقبل ان احمد ان يحصل لحد قريب منه زي ما حصل لاحمد كده. احمد مظلوم احمد لازم يخرج وحتى لو احمد متهم مش من حق اي بني ادم في الدنيا ان هو يعتدي على احمد بالمنظر الوحشي الحيواني دوت. احمد لازم يخرج.